الو يا فندم، يا استاذ محمد عز المتحدث الرسمي باسم وزاره النقل، مرحبا بك يا فندم. اهلا اهلا وسهلا فندم. استاذ محمد، احنا بنثني على السيد معالي الوزير النقل على حجم الانجاز اللي حصل خلال فترته، سواء في شبكه الطرق او شبكه المرحله الرابعه من مترو، او شايفين النهارده التطوير اللي بيحصل في السكه الحديد، وشايفين بعض المواني، يعني معالي الوزير شايفين حركه دائوبه ومتابعه مستمره لبعض المشروعات القوميه بشكل حقيقي وفاعل، وشايفين نشاطات خلال الفترة اللي فاتت دي، مش عارفين معالي الوزير بينام امتى. ربنا يخليك يا فندم، وده واجبنا نحو وطننا ونحو شعبنا. استاذ محمد، ممكن حضرتك تذكر الضوء على ما تم انجازه في المرحلة الرابعة من مترو الانفاق، وبعض التطوير والانجاز اللي حصل من خلال الاتفاق الاخير، بعض القطارات اللي هيتم ان شاء الله استيراد حوالي 1300 عربية قطار. يعني هو بالنسبه لحضرتك للمترو الانفاق، طبعا احنا عند شغالين في ثلاث او اربع مشروعات في المرحله، في الخط الثالث للمترو، المرحله 4A والمرحله 4B والمرحله الثالثه، الخط الثالث للمترو. بالنسبه للمرحله 4A هي احنا السيد الوزير الدكتور هشام عرفات قام بشهد اجراء الاختبارات التشغيليه للاربع محطات اللي هي بتبدا بمحطه هارون بمصر الجديدة خلال أيام سابقة، وإن شاء الله بإذن الله في بداية العام المقبل سيتم افتتاح هذه الأربع محطات. أما الجزء الآخر اللي هو بينتهي بموقف السلام أو محطة المستشار عدلي منصور فسيتم الانتهاء منه بإذن الله في نهاية العام المقبل. أما بخصوص صفقات العربات، تم التعاقد على صفقة هي الأضخم في تاريخ السكك الحديدية، هي مكونة من 1300 عربية سكة حديد مع إحدى الشركات الروسية بتحالف روسي مجري. هذه الصفقة لأول مرة تضم 500 عربية درجة ثالثة مكيفة، وهو ما لم يكن يحدث من قبل في تاريخ السكك الحديدية. هذه الصفقة تحقق نقلة نوعية كبيرة في أسطول العربات الخاصة بسكة الحديدية الذي عانى طويلا من تقادم عرباته. أيضا أستاذ خالد، نحن نسير في عدة اتجاهات خاصة بتطوير منظومة السكة الحديدية. نحن تعاقدنا على 100 جرار من جنرال إلكتريك الأمريكية وإصلاح 81 جرار كانوا متوقفين منذ عدة سنوات، وأيضا حصلنا على تمويل من البنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه لشراء 100 جرار اخرى، وذلك لزياده قوه الجر الخاصه بقطارات الركاب وقطارات البضائع، خاصه اننا لدينا هدف استراتيجي وهو تعظيم الاستفاده من نقل البضائع عبر السكك الحديدية. استاذ محمد، احنا شفنا اهتمام الوزاره الفتره اللي فاتت دي برفع كفاءه بعض الورش والاستعانه بشركه سيماف لتطوير بعض القطارات القديمه، فشايفين ان منهج الوزاره كمان الاهتمام برفع كفاءه العاملين في السكه الحديد والورش والاهتمام كمان بالانتاج الحربي من خلال اتفاقيات شخصيه ما بين وزاره النقل ووزاره الانتاج الحربي. نعم يا فندم، هو الوزاره يعني زي ما حضرتك ذكرت بتطير في عده اتجاهات، منها تنميه الانتاج المحلي والتصنيع المحلي من خلال التعاون مع الانتاج الحربي وشركه سيماف، ايضا ومن خلال التعاقد مع الانتاج الحربي على توريد والهيئه العربيه للتصنيع على توريد عربات لنقل البضائع. ايضا الاهتمام بالعنصر البشري يشغل حيز كبير جدا من استراتيجيه الوزاره. اليوم كان معالي الوزير في جوله لتفقد عدد من المشروعات التي تقوم بتنفيذها وزاره النقل في اسوان، وزار مركز احد المراكز الفرعيه لتاهيل وتدريب العاملين بطوائف التشغيل في محطه أسوان. هذا المركز يعطي دورات تدريبية في الحاسب الآلي وفي الكمبيوتر وفي الإشارات وفي هندسة السكة وفي لوائح خاصة بتشغيل السكة الحديد. أيضا عندما تعاقدنا مع شركة ترانسماش الروسية على توريد وتصنيع ل 1300 عربية خاصة بالسكة الحديدية، أيضا كان من ضمن بنود العقد هو إقامة ورشة خاصة بالتصنيع بالإصلاح والصيانة الخاصة بهذه العربات، وايضا تاهيل احدى الورش. ايضا هناك معهد وردان الخاص بالسكك الحديديه الذي يقوم بتدريب العاملين في السكك الحديديه بجميع طوائف التشغيل للتدريب المستمر والحكاية المستمره على ما يقومون به من اعمال
خاصة في هذا المرفق الحيوي الذي ينقل ملايين الركاب يوميا. محمد بيه، بالنسبة للمشروع القومي للطرق، الوزارة نسبتها كام المشروع القومي للطرق ومدى نسبة التنفيذ فيه؟ هو فندم احنا المشروع القومي للطرق كما تعلم سيادتك احنا نفذنا المرحلة الأولى، جزء من المرحلة الأولى وجزء من المرحلة الثانية، لأن المشروع القومي للطرق يقوم بتنفيذه وزارة النقل بالاشتراك مع وزارة الإسكان بالاشتراك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. أيضا نحن لدينا في هذا المشروع إجمالي أطوال حوالي 1000 كيلومتر، تكلفته حوالي 17 كيلومتر، بيضم تطوير طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي وإنشاء طريق خدمة بطول 230 كيلو. المرحلة الثالثة هي دي الجزء اللي بتنفذه وزارة النقل، وأيضا يضم ازدواج طريق أسيوط سوهاج الشرقي بطول 145 كيلو، وتوسعة أيضا تطوير وصلة النفق من الكيلو 109 حتى طريق السويس، وأيضا إنشاء طريق خدمة لحركة النقل الثقيل من القاهرة للسويس، وأيضا هناك مشروعات أخرى مثل ازدواج طريق 6 أكتوبر الواحات بطول 270 كيلو، وأيضا ازدواج طريق سفاجة مرسى علم ب 1.5 مليار جنيه لخدمة التنمية السياحية. إذا نحن أمام المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق، أطوال 1000 كيلو متر بتكلفة 17 مليار جنيه تنفذهم وزارة النقل لتحقيق نقلة كبيرة في شبكة الطرق في مصر التي تشهد طفرة كبيرة من خلال التعاون ما بين وزارة النقل ووزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة. يعني أستاذ محمد، نهاية 2019 المواطن المصري إن شاء الله هيحس بنسبة تغيير في 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 شبكه السكه الحديد والخط الرابع لمترو الانفاق وشبكه الطرق بعد الانتهاء منها ان شاء الله. بالنسبه لشبكه الطرق اعتقد ان المواطن المصري يشعر بها تماما من خلال عدد كبير جدا من المشروعات الضخمه التي نفذتها وزاره النقل والهيئه الهندسيه ووزاره الاسكان، وكان اخرها الدائرة الاقليمي وشبرا بنها وغيرهم من الطرق التي شعر بها المواطن، وادت الى تحقيق السيوله المرورية الكبيره وتحقيق الانسيابيه الكبيره في الحركه المروريه. اما بالنسبه للسكك الحديديه فباذن الله سيشعر المواطن في منتصف عام 2020 بالنقله الكبيره والتحسن الكبير في منظومه السكك الحديديه مع بدء توريد العربات والجرارات الجديده التي تم التعاقد عليها. استاذ محمد، سؤالنا الاخير لحضرتك، احنا شفنا معالي الوزير حضر افتتاح المبنى الجديد لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق، وهنا لما تتوفر القيادة الجيدة والحكيمة بترفع من كفاءة الشركة، بترفع من مستوى الفرد فيها، وفي نفس الوقت كمان بتتعامل معاه بمنتهى الحرفية، وده بنشوفه في ميزانيات شركة، بنشوف في مبنى جديد. طب باقي الشركات الأخرى بتاعة شركات النيل، هل يعني في مجال لتطويرها وتوصل لمستوى شركة النيل العامة للإنشاء والطرق؟ بإذن الله هناك خطة لتطوير كافة الشركات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، وزي ما ذكرت لحضرتك مثال حي ليها شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، مثال ناجح، مثال أدى ما عليه من مشروعات الطرق والكباري وما زال ينفذ العديد من المشروعات. الوزير لا يدخر جهدا في متابعة خطة التطوير الخاصة بهذه الشركات، وبإذن الله تحقق الطفرة المطلوبة منها في هذا المجال.